الآن هذا هو الموقع، اسمه بيزنس موني أو تجارة المال باللغة العربية. المهم لا علينا، الموقع هذا عروض الموقع يعني لتجديدات 100 روبل يعطيك 5% إلى آخره. كما ترون الموقع يعتمد على محلات تجارية، مطاعم وما إلى آخره، يعني في كسب الربح. يعني طريقة تسجيل سهلة في الموقع، تختارون استمارة التسجيل، تكتبون اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تكرارها، تضغط هنا أوافق وتضغط على استمارة التسجيل. يعني هنا الآن لتسجيل الدخول في الموقع. كما ترون الموقع سحبت منها عدة مرات، يعني كنت في حالة دراسة للموقع، يعني الموقع لا أشرحه مباشرة، يعني أسحب منه مرة ومرتين إلى آخره. المهم سحبت من الموقع مبلغ 7 روبل، يعني مجموع شحنت فيه يعني أعباء الموقع 31 روبل لفتح السحب، يعني 30 روبل لتفتح السحب. أنت الآن لجمع الأرباح، تجمع أرباحك من هنا يعني كما ترون، وهذه القطع يعني 5 قطع، يعني عندي 5 محلات. كما ترون هذه شركتي يوجد بها 5 محلات، يعني مقدار 50 روبل، يعني بالأرباح التي جمعتها من المكافآت اليومية وما إلى آخره. لشراء مؤسسات تأتي إلى هنا كما ترون، هذه هنا كما ترون هذا المحل ب10 روبل، هذا ب100 روبل، 500 روبل، 1500، 300، 3500 روبل، يعني إلى آخره. هذه هنا المبادلة، مبادلة الرصيد الشراء برصيد السحب. لما نسحب من الموقع الآن كما ترون أصدقائي، الموقع رفع حد السحب في الموقع إلى 50 روبل، يعني لفتح السحب في الموقع يجب عليك إيداع 50 روبل، يعني علي الآن إيداع 19 روبل. يعني لم أسحب من الموقع منذ فترة، أردت شرحه لذلك أثبت السحب من الموقع. سوف نذهب الآن للإيداع في الموقع، يعني هنا تمويل حسابك، تختار البنك مثلا بنك باير، وندخل المبلغ. أنا أودعت 31، يعني سوف أودع 20 روبل هكذا، ونضغط على أضيف الرصيد، ونضغط ادفع واستلم هكذا، ونضغط هنا على روبل، وهنا على تأكيد، وهكذا، ونضغط هنا على تأكيد أيضا. كما ترون أصبح الإيداع في الموقع الخاص بي هو 51 روبل. سوف نذهب الآن أولا لشراء مؤسسة، يعني شراء محل، سوف نشتري هذا هكذا، وسوف نشتري محل آخر، وهكذا أصبح دخلي في اليوم الواحد 1 روبل، يعني يمكن يسحب من الموقع هذا يوميا 1 روبل. نأتي الآن إلى سحب الأموال، كما ترون فتح السحب، وهذه السحوبات التي سحبتها من الموقع في السابق. نضغط هنا على طلب الدفع. قبل هذا سوف نذهب إلى محفظتي للتأكد. كما ترون هذه 20 روبل التي أودعناها في الموقع، سوف نضغط على طلب السحب، قد أشرت إلى ما هو أكثر موجود في حسابك، يوجد في حسابي 1004. سوف نضغط 4 هكذا، ونضغط على طلب السحب، يعني كما يخبر الموقع تم الدفع بنجاح. نذهب إلى المحفظة للتأكد. كما ترون وصلت 10 روبل، هذا هو رابط الموقع، يعني موقع صادق ويدفع ولا مشكل في هذه اللحظة. يعني وهنا ركوب الأموال لمن يريد مشاهدة الإعلانات وزيادة ربحه من الموقع، سوف تربح سنتات، يعني مشاهدة 10 إعلانات سوف تحصل على 1 روبل، يعني ليس بكثير لمن يريد. وإلى هنا شرحنا جميع نقاط الموقع، إلى اللقاء في شروحات أخرى إن شاء الله.